Recording. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية جميعا. رح نكمل موضوع الإيفالويشن للإنفورميشن ريتريفال سيستمز، وهو موضوع كبير شوي لسبب بسيط، إنه تم دمج السلايدات تاعت الإيفالويشن للإنفورميشن ريتريفال سيستم العادي الترديشنال وان مع الإيفالويشن للنيو Information Retrieval System اللي هم زي ما كلنا بنعرفهم الـ Search Engines أو محركات البحث. حكينا المرة الماضية عن اللي هو مبدأ، أهم مبدأ في عملية عملية Evaluation للـ Retrieval System، سواء Ranked Retrieval أو Unranked Retrieval، اللي هو مسألة Recall والبريسجن. الريكول والبريسجن، والريكول والبريسجن هو بينقاسوا بمقياس زي ما قلنا، البريسجن اللي هي مجموع او الفراكشن اوف ريتريفد دوكيومنت من اصل كل الريليفنت، اسف الريليفنت ريتريفد من اصل الريتريفد كلهم، والريكول اللي هو الفراكشن اوف ريليفنت ريتريفد من اصل كل الريليفنت، واللي هو الريليفنت اللي حاكيين عنهم اللي هو اللي هم اليوزرز الاكسبرت يوزرز اللي هم عملوا لنا الجادجمنت اسسمنت. طيب الان بالنسبه لحكينا انه عندنا الاكيوريسي هو فحكينا كمان انه الاكيوريسي لا يصلح انه يكون not common to evaluate information retrieval system لسبب بسيط، انه الاكيوريسي بقدر انا اعمل information retrieval system كامل ببساطه وفي اكيوريسي عالي، مجرد اني بس اقول انه دائما اي سيرش تيرم بقول له no result found. قلنا في عندنا إشي اسمه Recall Precision Curve، بس بدنا نعرف شغلة، we can get high recall بس رح يصير في عندنا low precision by retrieving call documents، أو recall لأنه recall non-decreasing order، مدام إنك بتطلع ملف كويس أو relevant بعلى recall، مدام إذا طلعت بعديه ملف مش relevant ما بيقل، بيظل له ثابت، ماشي الحال. وهذا شرحناه المحاضرة الماضية. In good system اللي بدنا نعمل إيش؟ The precision decreases either by number of document recall اللي بدنا إياهم عالي أو retrieved documents عالية. فمشان هيك في عندنا difficulties، حكينا مشان هاي difficulty ممكن نحسب اللي هو اللي harmonic mean، وشفنا شو يعني الهارمونيك مين. الان في عندنا زي ما احنا شايفين الريكول والبريسيجن كيف الكيرف تبعهم، مع كل زي ما قلنا ريليفنت دوكيومنت بيطلع عندنا الريكول راح يزيد، راح يتحرك لهون مع كل ريليفنت دوكيومنت بيطلع، بنفس الوقت الريليفنت دوكيومنت لما بيطلع كمان البريسيجن بيزيد، ولكن اذا اجانا نون ريليفنت دوكيومنت نون ريليفنت دوكيومنت البريسيجن بقل، مع انه الريكول بضل على نفس الحاله. يعني تطلع هون احنا عند القيمه هاي للريكول البريسيجن كان عالي، بعدين رجعنا ملف ما كان ريليفنت فالبريسيجن ضرب، بعدين رجعنا بجوز ملف ثاني كمان ضرب بزياده، بعدين هون رجعنا ملف كان ريليفنت فعلي. فبدل ما هاي التشويش هذا اللي بصير ممكن نعمل شيء بنسميه interpolated precision، بحيث الخط هذا يضل سموث، ماشي الحال، يضل سموث. شو يعني يضل سموث؟ يعني ناخذ اعلى precision مع كل recall level، بكل recall level ناخذ اعلى precision، مع كل recall precision ناخذ اعلى precision، وهذا اللي سميناه interpolated precision. interpolated precision اللي هو انه بناخذ الماكسيمم بريسيجن تو ذا رايت اوف ذا
value of the right مع كل recall precision. طبعا العلماء قالوا لك خلينا نستخدم اللي هو ال 11 point interpolated precision average. المقصود فيه هون يا جماعة انه بالمناسبة انا هون في سلايد حكينا عنه المرة الماضية، خلينا نرجع نحكي عنه كمان مرة، اللي هو اذا انا عندي لك الريكول والبريسيجن والاف ميجر او حتى الانتربوليتد بريسيجن لكويري معين، اللي هو بيعطيني البيهيفير تبع كويري معين زي ما قلنا هذا البيهيفير تبع كويري. طيب انا افرض عندي 100 كويري وهذا السيستم بيشتغل كويس مع كويري الف وبيشتغلش كويس مع كويري با، السيستم الثاني كان بيشتغل مع الف كويس مع با كويس ومع الف مش كويس، فدائما لكل سيستم منجيب الحسابات تبعت الكويري الواحد زي ما شفنا بالمثال الماضي المحاضرة الماضية حكينا عن مثال، والمثال هذا بيعبر عن ايش يا جماعة؟ بيعبر عن كويري واحد فقط، مذكرين المثال هيو امامنا ماشي، هذا الريليفنت تبعات كويري وهذولا الريتريفد لكويري واحد فقط، واحنا حسبنا الريكول والبريسيجن ماشي الريكول والبريسيجن لكويري واحد فقط. لاحظ الريكول بيزيد مع كل ريليفنت والبريسيجن بيزيد كمان، بينما لما يكون في عندي الدوكيومنت مش ريليفنت الريكول بيثبت والبريسيجن بيزيد. طبعا الانتربوليتد بريسيجن اني اجي عند كل ليفل بال ريكول مثلا الليفل رقم 0 الليفل رقم 10%، عند ال 10% كم كانت اعلى قيمه للبريسيجن؟ 100%، اذا باخذ القيمه العاليه. عند 2 بال 10 نسبه ريكول قديش كان اعلى بريسيجن؟ 67%، اذا باخذه هذا اللي بنسميه الانتربوليتد بريسيجن الماكسيمم بليفل معين، الماكسيمم بليفل معين ماشي الحال. وزي ما قلنا انه انا لكل سيستم بدي اعمل افريج للريكول بريسيجن او حتى للجراف او للانتربوليتد بريسيجن لكل كويري باخذ الافريج مشان اجي ايش اعمل اشوف البيرفورمانس تبع اللي هو البنش اوف كويري مجموعه الكويري كيف كان اداء السيستم معها ماشي الحال. فزي ما قلنا we can use the interpolated precision we can use اللي هو ال 11 point interpolated precision، وهذا اللي يستخدم في التريك كونفرنس، هذا اللي يستخدم في التريك كونفرنس عندهم 11 points 11 points of شو 11 points of recall، فمنطلع الانتربوليتد بريسيجن بكل ليفل من هذول الليفل ماشي الحال، بكل ليفل من هذول الليفل. الطريقه الثانيه هاي طريقة أحد الطرق. الطريقة الثانية precision at fixed retrieval level. مثلا أنا قررت إنه يكون في عندي بدي أحسب ال precision بعد ما طلع لي at top k ماشي at top k result، يعني بعد ما طلعت result رقم 10 قديش كان ال precision recall وال precision، بعد ما طلعت الدوكيمنت رقم 20 يعني بعد 20 دوكيومنت نعملهم ريتريفد قديش كان الريكول وقديش كان البريسيجن، هذا بنسميه اللي هو البريسيجن ات ريتريفال ليفل ريتريفال. ها في واحد ثاني اسمه الار بريسيجن، الار بريسيجن نفس المبدا بس ايش لازم نكون عارفين الريليفنت ونشوف الريكول والبريسيجن ات ايش ات التوب كي ريليفنت دوكيومنت. ريليفنت دوكيومنت في فرق بين ريتريفد وريليفنت، يعني مثلا الطريقه الاولى هون قلنا ات توب كي ريزلت، انا بقول احسب لي الريليفنت الريكول والبريسيجن بعد ما يكون في عندي 10 دوكيومنتس نعمل لهم ريتريفد، منهم حيكون relevant ومنهم مش relevant، فبنا نحسب الريكول والبريسيجن. الآن هون بالR precision بحسب الريكول والبريسيجن بعد ما وصلت لرقم 10 للفايل رقم 10 اللي هو relevant، ممكن هذا بالريتريف تكون رقمه كم، أكون عامل مثلا ل 100 ملف
تا وصلت لايش؟ لرقم 10. ممكن عامل 15 ملف عامل لهم ريتريف تا وصلت للبروسيجر رقم 10 وهكذا. فزي ما قلنا هاي كلها عمليات اني اعمل ايفالويشن للانفورميشن ريتريفال سيستم. اذا هذول تمام زي ما قلنا هذول ال 11 بوينت بريسيجنز ماشي الحال. ولاحظ الكيرف دائما الكيرف البريسيجن بقل زي ما قلنا بمعظم السيستم، وايل اللي هو انا قاعد بطلع المور ريليفنت دوكيومنتس. ليش؟ لانه يا جماعه انا لما بكون العدد قليل هون بتكون السيميلاريتي عاليه جدا بين الكويري والدوكيومنتس. انا مشان اطلع كل الريليفنت دوكيومنت راح اضطر اقبل بسيميلاريتيز قليله بين الكويري والدوكيومنتس. فمشان هيك البريسيجن راح تشوف انه قاعد بقل، لانه بطلع مع كل مثلا هون بجوز يكونوا كل خمسه ريليفنت معهم واحد مش ريليفنت، بينما هون بجوز كل خمسه مشان اطلع واحد ريليفنت بيجي معه خمسه مش ريليفنت، فبضرب البريسيجن زي ما احنا شايفين راح يضرب معنا اللي هو البريسيجن. برضه من المقاييس اللي تستخدم علميا المين افريج بريسيجن، اللي هو نعمل افريج بريسيجن للفاليو للبريسيجن فاليو obtained at the top k documents. top k documents يعني زي ما طلعنا هناك التوب كي، اجي اعمل الافريج بريسيجن المين افريج بريسيجن ماشي الحال. so each time a relevant document is retrieved نحسب ايش؟ نحسب البريسيجن كمان مره مع كل دوكيومنت جديد ريليفنت طلع معي من الزيرو للتوب كي ريتريف دوكيومنت، مع كل دوكيومنت جديد بحسب البريسيجن، مع كل دوكيومنت ريليفنت جديد بحسب اللي هو البريسيجن، بعدين باخذ المين افريج بريسيجن. كيف يعني؟ نروح على المثال. يعني هون هذا دوكيومنت ريليفنت جديد بحسب البريسيجن، نفرض انه التوب كي بده 15 زي مثالنا هذا، فجاب اول 15 بحسب قيمه البريسيجن هون، هذا لانه عندي ريليفنت جديد. هنا ما في ريليفنت، ما طلع ريليفنت ما بحسب، برد بحسبها هون، وبرد بحسبها هون، وبرد بحسب البريسيجن هون مع كل ايش زي ما قلنا دوكيومنت ريليفنت دوكيومنت بيظهر معي بحسبهم. الان بجيب هذول القيم وبحسب ايش؟ بحسب المين افريج برينسيبل بريسيجن، اسف المين افريج بريسيجن ماشي الحال. لاحظ هون هذا بنسميه توب كي، انه طلع لي توب كي دوكيومنتس، بس هذا الار بريسيجن تبعه شو بكون؟ الار بريسيجن فقط لما باجي بقول لما طلعت 1 2 3 4 5 هذا الار بريسيجن للخمسه بكون معنا هون، هذا القيمه هاي بتكون الار بريسيجن لما طلعت خمسه دوكيومنتس ماشي الحال. البيرفكت سيستم سكور، السيستم سكور طبعا البيرفكت شو يكون؟ اكيد واحد، في شيء اكيد ماشي الحال. زي ما قلنا ممكن كمان نحسب اللي هو الفاريانس، ونحسب الاستاتستيكال ميجرمنت اللي بنعرفهن مع كل البريسيجن، بس زي ما قلنا خلينا نكتفي بهذا القدر بالنسبه ل حساب اللي هو الريكول والبريسيجن للسيستم. بس هسه السؤال، هسه كيف انا اصلا ببني السيستم او ببني التست بيد؟ اسف، كيف بنبني التست بيد؟ التست بيد اتفقنا انه بيكون عندي مجموعه من الدوكيومنتس وكويريز عليهم، ومع كل كويري وكل دوكيومنت في علاقه، هل هي ريليفنت ولا لا؟ مين بيحدد هاي العلاقه؟ الاكسبرتس، مجموعه من الخبراء. الان في هذا التيبل بورجيك التست كولكشنز العالميه اللي حكينا عن واحد فيهم اللي هو تريك، طلع قديش عدد الدوكيومنتس عنده؟ 740 الف دوكيومنت. عدد الكويري كم؟ عنده 200 دوكيومنت ماشي. فبالتالي عدد التيرمز
السايز بالميجا، بس تطلع بالكويري والدوكيومنت قديش انت بدك وقت. مع كل كويري بدك تشوف ال 200,000 ال 740,000 مع كل كويري، لا 200 كويري عدد كبير. رويترز فيها 21,000 دوكيومنت، فيها 672 كويري، وهكذا. هذول كلهم عبارة عن، الآن كيف بينبنى هذا؟ بينبنى زي ما قلنا، we need test a collection، مع ال collection مع ال documents we need queries اللي هو test query وال relevant assessment. ال test query لازم يكونوا random، عملية generation لهم يكونوا من مختلف بحيث يغطوا كل ال documents اللي حاطهم. مش لازم يكون انسان بسيط، لازم يكون دومين اكسبرت صراحه، دومين اكسبرت. وبرضه اللي بده يعمل ريليفنت جنتلمان لازم يكون دومين اكسبرت، وهذا بده تايم كونسيومينج، هذا بده جهد عظيم جدا. مشان هيك التريك على فكره مش مجانيات، بيبيعوهن بيع، لانه عمليه بناءهن عمليه صعبه جدا وبدها جهد كبير. عمليه اختيار الكوليكشن الدوكيومنتس مش سهل، بده يكون بناء على يجيبهم من different domains. عملية وضع الكويريز كمان لازم تكون من expert، يعرف شو الكويري لازم ينكتب مشان يجي ينحط على document معين. وبرضه اللي بده يعمل judgment هذا كمان مش يعني، هذا كله بده جهد كبير. والمشكلة وين؟ ماشي، المشكلة وين؟ زي ما قلنا ممكن انت تقعد two expert وكون مختلفين بالرأي. هذا بقول انه للكويري الفلانية document 1 relevant، الشخص الثاني بحكي document 1 relevant، الشخص الثالث بقول document 1 مش relevant، فبجوز ناخذ فوت بهاي الحالة. ماشي، نفس الشيء انا بدي اقيس شيء بنسميه اللي هو disagreement بين هذول الاكسبرتس. خليني ارجع لهذا السلايد ونشوف شو اليونت اوف evaluation. زي ما قلنا الـ unit of evaluation ممكن يكون we can compute the precision, the recall, whatever, we can produce different results. طبعا برضو الـ possible unit of return ممكن يكون كامل الـ document. إذا أنا حطيت query شو اللي لازم يرجع لك؟ هذا حكينا عنه قبل فترة. هل الـ document كامل يرجع لك؟ هل الـ fact اللي أنت بتبحث عنها؟ ولا تبحث مرات عن entities مثل سيارة، company، وهكذا. الآن قياس disagreement، لازم نقيس disagreement مشان نشوف هل التست بيت تبعنا صالح ولا مش صالح. شو يعني تست disagreement؟ طلع هون كان عندنا اللي هو 370 حوالي 400 document، عندي 400 document وعندي جاج 1 اللي هو الاكسبرت الاول والاكسبرت الثاني. عدد الدوكيومنت اللي توافقوا لكويري معين اللي توافقوا الاثنين انها ريليفنت كان 300، وعدد الدوكيومنت اللي توافقوا انها مش ريليفنت لكويري معين كان 70. لاحظ توافقوا، يعني هذا قال ريليفنت وهذا قال ريليفنت عنهم، وهذا قال اللي هو نون ريليفنت وهذا قال نون ريليفنت. ولكن في عندي 20 الاول حكى عنهم ريليفنت والثاني حكى عنهم نوت ريليفنت، و10 الاول حكى عنهم نوت ريليفنت لكويري معين، احنا هذا كله لكويري واحد، وهذا حكى انه مش ريليفنت. الان كيف بنقيس انه الاثنين هذول كانوا صاحيين؟ ففي بيناتهم يعني خلينا نقول منطق بإجاباتهم، ولا كلها باقيين وهم نايمين يحطوا يس نو يس نو يس نو. ماشي، فهذا الإحصاء ما خلى شيء. طبعا هذا مبدأ إحصائي اللي هو الكابا ماجر اوف disagreement، بس استخدموه جماعة الاي ار. وهم من هون بدي اياك تتذكر دائما مسألة انه لكل شيء بدك انت تشتغل عليه لازم يكون في مبدأ رياضي او إحصائي يحول لك هذا الانطباع اللي عندك لكم.
يحولوا لرقم مشان نفهم هذا الرقم. يعني بنقول والله النتائج، يعني هسه هون بنقول والله النتائج تقريبا خلينا نقول انها متشابهة، يعني بيناتهم هذول الاثنين نفس السنس، اثنين قرأوا مزبوط وبالفعل كان بيناتهم توارد افكار زي ما بنحكيها باللغة العربية. الان ما فيش اشي اسمه طيب قديش توارد الافكار هذا، قديش نسبته، لازم يكون في عندي عملية حسابية. فعندنا الكابا، الكابا زي ما قلنا هي مبدأها قائمة الاحتمالات، الاحتمال انه الجوج اجري وين هم توافقوا، على احتمالات انه الاثنين ممكن يتفقوا باي تشانس اللي هو what the agreement would be by chance، هيك جاي بالصدفة، على واحد ناقص البي للاي. كيف نعمل هذا القانون ما بهمنا، احنا جبنا قانون من الاحصاء بهمنا كيف نتعامل معه. طيب وين احتمالية اللي خلينا نقول اللي هي الاجريمنت البي اي، هاي البي اي 370، 370 من اصل كم؟ من اصل 400 ماشي، على البي اي اللي هو باي تشانس. بدنا نعتبر كل واحد نحط نون ريتريفال نون ريليفنت باي تشانس، نون ريليفنت باي تشانس، نون ريليفنت وينهن؟ هاي نوت ريليفنت 70 زائد 20. اول شيء ريليفنت باي تشانس، والله ريليفنت باي تشانس اللي هو 300، هاي ريليفنت ريليفنت زائد 10 و20 ماشي، او خلينا نقول وين الكميه اللي اتفقوا فيها باي تشانس 300 ماشي، طلع هون 300 للاول 70 للاول انهم اتفقوا باي تشانس، بدنا نعتبر هاي صارت باي تشانس 70 للاول و70 للثاني و20 نون ريليفنت و10، هاي البي اوف نون ريليفنت باي تشانس. طيب والبي للريليفنت باي تشانس 300 للاول و300 للثاني، 20 للاول و10 للثاني زي ما احنا شايفين. الان هذول بنجمعهم، بس قبل ما نجمعهم بنربحهم وبنطلع الجواب. طبعا هسه واحد بيقول لك ليش ربعتهم، هيك القانون يا جماعه. فالكابه بتطلع البي اي زي ما قلنا ناقص البي اي اللي هو باي تشانس، على واحد ناقص البي اي باي تشانس، فطلع معنا 77 و6 776 بالالف انه في اجريمنت، وهي نسبه كويسه، هاي نسبة كويسة لأنه بقول لك الكابا good إذا كان good agreement إذا كان أكبر من 80%، إذا هاي لا نعتبرها نسبة مش كويسة كثير. بس هنا في بعض الدراسات أنا شفتها كويسة، في بعض الدراسات بقول لك بين 67% وال 80% إذا طلعت قيمة الكابا بين هذول الرقمين بتكون يعني tentative conclusion that's good result ماشي. It depends على ال purpose of study. إذا ال purpose of study قاعدين بنحكي فيها حياة وموت وقصص زي هيك، لا والله بدنا بجوز أكثر، بدنا يكون الأجريمنت أكثر من 90%. عشان هيك هسه بنشوف الدواء هذا اللي بيحكوا عنه تبع كورونا، في ناس بحكي لك إنه بدنا نستخدمه وناس بحكي لك إنه بدناش نستخدمه. فالعلماء في هذا المجال لازم نسبة الأجريمنت تكون بيناتهم أكثر من 98% لأنه قاعدين نحكي عن حياة بشر، بينما والله إحنا بنحكي عن IR system ممكن نسبة الـ agreement في بعض الأحيان في بعض الـ information retrieval system عادي يكون disagreement أو بعض التست بيد يكون بين 60 و80% أو 67 و80%. إذن كمان مرة هنا حسب الـ agreement لا الـ PA، وهنا حسب الاجريمنت لكل شخصه الديسجري اللي هو باي تشانس. الباي تشانس انه حط الاول 300 باي تشانس والثاني حطهم باي تشانس والثالث حط 20 باي تشانس وال10 باي تشانس،
ماشي الحال. طيب لتريك، اذا بس كمان نشوف مبدئيا كيف شكل الملف بالتريك. الملف بالتريك زي ما قلنا في لكل ملف، طبعا للاد هوك تاسك لانه في عندك التريك اكثر من تاسك، ماشي، لانه زي ما قلنا التريك عندهم question answering، عندهم مسابقة او الكونفرنس للكولابوريتيف فلترينج، فاحنا اللي بناخذه الاد هوك فلترينج او الاد هوك تاسك اللي هو اليوزر بعطي كويري وبده الريليفنت دوكيمنت يظهروا معه. فزي ما قلنا شكل الملف بكون في التوب في لكل ملف رقم له ديسكريبشن، ماشي، وهيك بكون خلص التوب. طبعا زي ما قلنا زي ما انتم شايفين هذول اكس ام ال تاجز مشان ممكن يكون في الزون اندكس اللي حكينا عنه المره الماضيه ولا بحكيت لكوش عنه، اللي هو ممكن نعمل مثلا بدي الدوكيومنت اللي التايتل تبعه يكون بحقق الكويري، الدوكيومنت اللي الديت تبعه بحقق الكويري، هذا بالادفانس سير. طبعا هذا زي ما قلنا هذول عبارة عن another أو other benchmarks لناس ثانيين، ماشي الحال. طلع حول مثلا gov2، طبعا هذا تابع للتريك كوليكشن بس فيه 25 مليون ويب بيج، طلع هو largest collection for it's easy available but still three orders of magnitude smaller than جوجل. طلع هذا قديش كبير، في 25 مليون بس لحد الان، طبعا لتاريخ كتابه هذول السلايدز من قبل المؤلف كان اصغر 3 مرات من حجم الويب العادي اللي موجود في جوجل وموجود في ياهو. والان انت بتعرف يعني خلال هلا كم من سنه قديش تضاعف وهذول الاندكس تبع جوجل. طيب هنا الانتر جادجمنت برضه حسب الامباكت بدناش اياهن هذول. بعض الكريتكس ليت اس كريتيسايز اللي هو بيور ريليفنسي. زي ما قلنا بالبيور ريليفنسي يا جماعه بعض العلماء حكوا انه انت بدك تعمل بيور ريليفنسي وتعمل جادجمنت وتحسب الكابا وبعدين تبلش تحسب الريكول والبريسيجن. طيب بقول لك بعض الدوكيومنت كان بي ريدندنت ايفن اف اتس هايلي ريليفنت، هو ريليفنت ماشي بس ماله، يعني انت جايب دوكيومنت اي ودوكيومنت بي ما هم اصلا ريدندنت، يعني انت مطلع لنفس اليوزر ايش تقريبا نفس الدوكيومنت، فشو بده في اليوزر؟ اليوزر بيكتفي بواحد منهم، ممكن يكون حتى دوبليكتس يم اكزاكتلي ذا سيم، مش نسبه كبيره سيم. ممكن بنحكي زي ما قلنا اللي هو سيم انفورميشن وديفرنت ريسورس، فبالتالي في عندنا مارجينال ريليفنس از بيتر ميجر اوف يوتيليتي فور ذا يوزر. يعني زي ما قلنا اللي هو كويس انك تعطيه اللي هو تعطيه يعني قديش المارجنال ريليفنسي بين اللي هو الدوكيومنت اللي رجحها، ماشي الحال، المارجنال ريليفنسي. ف وي كان يوز بدل ما ناخذ التكست ممكن وي كان يوز الفاكت، ماشي، والانتيتي. So we can evaluation زي ما قلنا بدل ما نحكي قديش فيه هذا relevancy نقول قديش فيه facts مشابه للفاكتس اللي انت بتبحث عنها في الكويري، او entities انت بتبحث عن entity معين، ماشي الحال. anyway but it's زي ما قال لك it's harder to create the evaluation set في هاي الحالة. فإذا عندنا هاي المعطيات يا جماعة احنا لازم نبحث عن اللي هو evaluation افضل او منطقي اكثر، وهذا اللي حاليا بيشتغلوا فيه على بالويب. بالويب هل بنستطيع
انه نعرف قديش حجم الريليفنت دوكيومنت مشان نقدر نحسب الريكول؟ مستحيل تقدر بالويب تطلع الريكول، لانه حجم الريليفنت دوكيومنت كامل عندك مش معروف. فزي ما قلنا، can we avoid the human judgment كمان؟ بالاغلب نو no. بس في بعض الاكسبيرمنتال ورك عملوا، طبعا هذا كويس ينشرح في لمساق ادفانسد صراحه، لانه زي ما قلنا للبكالوريوس بنكتفي بانه في عندنا الريكول والبريسيجن، بس بهمنا تعرف كمان انه في زي ما قلنا صعوبه نطلع الريكول والبريسيجن ده زي ما قلنا هون. But once test عندي test collection we can reuse them. هنا كيف ممكن اللي هو يقدروا to avoid the human judgment، لأنه هاي the human judgment كبيرة. اللي evaluate زي ما حكينا قبل شوي لل large search engines، يعني هذا السلايد أو حتى السلايد اللي قبله مش حركز عليهم كثير بالامتحانات، بس كويس تعرفوهم. ماشي. ال evaluation لل large system زي ما حكينا قبل شوي، ما في عندنا test collection ل فيه كل كويريز، وما في زي ما قلنا بالويب it's very difficult to computer recall. ليش very difficult؟ لأنه الريكول بده عدد اللي هو الدوكيومنت اللي هو relevant لهذا الكويري، والويب زي ما انتم عارفين هو open. فشو الحل؟ الحل so we can دائما ناخذ the precision، نحسب نكتفي بالبريسيجن at top k. البريسيجن بعد عملية استرجاع 10 ملفات، البريسيجن بعد استرجاع 20 ملف، البريسيجن بعد كذا. ماشي الحال؟ طبعا وهذا ممكن حتى يندرس ايش؟ يندرس على يوزر قديش كان اليوزر مبسوط، or measure what the reward you more for getting اللي هو one rank أو rank one right than اللي هو getting rank 10 right، اللي هو المجر قديش إنه أنا كان precision مشان أقيس right retrieved أو 10 right retrieved. right retrieved المقصود فيه إنه أطلع اللي هو 10 right retrieved يا جماعة، اللي هو يعني يكون retrieved وrelevant بنفس الوقت. طيب بدي نوقف هون ونحكي المرة الجاية إن شاء الله عن التست، ونحكي عن موضوع مهم كثير، كيفية عرض النتائج، كيفية عرض النتائج على الويب سيرش انجن. الله يعطيكم العافية.